تربويا دائما، فإن الكثير ممن تحصلوا على شهادة البكالوريا يطمحون للالتحاق بالمدارس العسكرية، ومحمد أمين واحد من بين هؤلاء، غير أن المعدل المتحصل عليه حال دون تحقيق ذلك. التفاصيل في تقرير هاجر زليلف. محمد أمين طالب متحصل على شهادة البكالوريا شعبة علوم تجريبية بتقدير مقبول. كان ولا يزال يحلم منذ صغره بالالتحاق بالجيش الشعبي الوطني. بعد سحب كشف النقاط توجه لإحدى الجامعات قصد الاستفسار ليصطدم حلمه بالواقع، فالمعدل المتحصل عليه لا يخوله بدخول المدرسة العسكرية، واقع حتى ما عليه تكييف رغباته وفق معدله. كنت حاب ندير المدرسة العسكرية من رام دوموندي ودوزي دمي صافيك فوق دوزي دمي من الموان ديالي ما تكفيش، دونك سي اوبليجي ندير سبيسياليتي تاع لونيفرسيتي تاع باب الزوار. هم دوموندين امتحانات في مات فيزيك شيمي لونك اترونجير، ما كانوا ما يشوفوا كيفاش يقيديوك على حساب لي ريزولتا تاع واش خدمتي. موقع خاص وضعته وزارة الدفاع الوطني تمكن الطلبة الجدد من التعرف على التخصصات المتاحة والشروط اللازمة للظفر بمختلف التخصصات العسكرية، لكن شاءت الأقدار أن لا يستوفي محمد أمين الشروط المطلوبة. المدرسة هذه تحضيرية يقاوم عامين فيها يعني طلبة، وبعد ما هذوك العامين يحب هذاك الطالب يكمل مع الجيش الوطني يكمل مع الجيش الوطني، حب يخرج من الجيش الوطني يجي للسيفيل، يجي ينسكن عندنا هنا في الجامعة ماشي مشكل، ويخير يعني لي كور دو لارمي، يقدر يروح جوندارم، يقدر يروح ليكول الدفاع الجوي الإقليم، يقدر يروح القوات البرية، ويقدر يروح القوات الجوية. محمد أمين واحد من بين مئات الحالات، فالشروط الموضوعة غالبا ما تكون سببا في تبخر أحلام الناجحين، لكن المهم مزاولة الدراسة في التخصصات الجديدة.